السؤال الأول يا عمر يلا بينا. بيقول منتخبات نصف نهائي أول نسخة من كأس العالم. أوروغواي، أرجنتين، أمريكا. لا احنا قلنا تقول واحد ولا اه ماشي. أوروغواي 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 أرجنتين أمريكا. أرجنتين صح، أمريكا صح. تخرج ده سهل قوي. البرازيل أسهل. إنجلترا أسهل. ارجع لعمر. 34 1930 احنا قلنا الارجنتين. ارجنتين اورجواي امريكا يوغوسلافيا. ده مش صح. سلام يا عمر يا عبد الله. 1-0 عمر عبد الله حتى الان. اسلام عزت بدا معايا بطريقه مش لطيفه وحط لي حاجه على على الدرج. ما هو ده اللي ضيع الاجابه. هو كان متوتر في الاول والله. هو واضح ان هي اثرت عليه هو شخصيا. الكلب كلب كبير. هنروح للسؤال الثاني سريعا. السؤال الثاني هبدا من عندك يا اسلام. السؤال بيقول ترتيب مجموعة مصر النهائي في مونديال 2018. تقول لي أول فرقة. أول فرقة أوروغواي. روسيا. ماشي. السعودية. أيوة مصر. إجابة صحيحة. يبقى النقطة هنقسمها هنا 1-2 في نقاط. مش أنا اللي بدأ الأول المفروض آخد النقطة الأول. أنت تاخدها وأنت ماشي. ماشي. تاخد نقطة هحوشهالك. الشنطة. على فكرة اسأله هو لو رافض قول لي. هو لو رافض. هطلع حاجة تانية مش أنا. مش عارف أنت في إيه. شايف شامل ريت حاجة حلوة انت جاي. لا ده انا جاي ده مواضع.